اي واحد يلقى لدجال ولا ساحر ولا الناس دي من ده بتضيع ابديته، بتضيع ابديته. وما تقبلش على نفسك كده ان يحضر الشيطان ولعبدك فلان عاوز منك كذا، بقيت انت عبد للشيطان برضه. ما هو ما دام بتاذي الناس هتبقى كده. صدقوني شفت ناس دفعت فلوس واستدانت عشان تاذي الناس، وفي الاخر لما جاتوا يعني بتشمتوا في مصايب الناس، حرام عليكم حرام عليكم. ايه اللي استفدتوه؟ افترضنا البنت ما اتجوزتش هتستفادوا ايه؟ افترضنا ما خلفتش هتستفادوا ايه؟ استفادنا اتأذت ولا تعبت هتستفادوا ايه؟ تفرحوا في مصايب الناس يا ويلكم قدام ربنا. دي نقطه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. اوعوا واحد يشمت في مصايب الناس ولا يروح لدجال وساحر ويؤذي الناس، اوعوا، في منتهى الخطوره. للاسف بيعملوا كده بجهل ويفكروا انها شطاره، وبتضيع ابديتهم وبتضيع كل تعبهم. فعشان خاطر كده احنا لا، ده احنا بنحب الخير للناس ونفرح لفرح الناس، والمحتاج بنساعده. وشوف ده احنا كمان مش نخدمه، اللي محتاج خدمه بنخدمه، ومساعده بنساعده، ماديات بنساعده، نقف جنبه نقف جنبه، ما نسيبش واحد في شده، لا نقف جنب بعض في الشده، نسند بعض نشيل بعض. فضروري تحب الخير للناس، تحب الناس وتحب الخير للناس، وما تشمتش في مصايب حد، لان اوقات كتيره قوي بتحصل، اوقات كتيره قوي بتحصل. فمش عاوزين دي، مش عاوزين حد يهلك، عاوز كله يخش السماء. ودايما بقولها كده في الابديه، كمان اتنين بس، يا مع الرب يصح في الفردوس مع عشان فكنا، يا بنمشي صح ونساعد الناس تمشي صح يكون ان شاء الله هيكبر. فلازم نمشي صح ونساعد الناس تمشي صح. عشان كده دايما احد الاخطاء الناس كده بتقع فيها، انك انت ما تلجاش لعراف ولا دجال ولا تفرح في مصايب حد، بل بالعكس المحتاج حاجه تقول اللي في شده تسنده، والمتضايق تقف جنبه، والحزين تقف جنبه، والمحتاج حاجه تقف جنبه، وتفرح لخير الناس. فدي نقطه برضو ناس كتير قوي بتقع فيها، بتقع فيها. برضو في اخطاء في الزمن اللي احنا فيه ده، هو عامله لنا مشاكل، والفيز والنت لسه مشكله جايه لي امبارح ولا اول امبارح، عشان خاطر بنت تعرف شخص غير مسيحي عن طريق الفيز، ومشي عشان خاطر لا تعرف ولا تسمع حاجه عنه، ومشي ما اعرفش على اي اساس ماشي، انا ما اعرفش انا ما اعرفش. هنا ارجوكم ارجوكم خدوا بالكم من النقط ديت، مش عاوز السنه الجديده تبدا وناس لسه في الوهم ده. جاتني واحده قبل كده جبناها من مرسى مطروح، والامن الوطني جابها، وهي واحد طلع حطت على الفيس اسم مسيحي ومن اسيوط، وطلع هو مش مسيحي ومن مرسى مطروح ومتجوز وقد ابوها، والمصيبه ان ساحر. جات بعد البيت التليفون والعناوين والفيز وما اعرفش ايه، قابلنا في رمسيس في الحته الفلانيه، انت فلانه، حط ايده على كتفها لبس الشيطان، مشيت معاه مش داريه لغايه ما راحت شقه اجار قديم، متجوز وده من دورها، بقول باتت في بير السلم، بقول لها، بتقول له انت ضحكت عليا، انت متجوز وانت قلت لي مش متجوز، وانت مسلم وانا وقلت لي في الفيز ان انا مسيحي، وانت وانا من دور ولادك. يقول لها الشرع محلل اربعه، هجيب فوق اتنين كمان. ولاد امن الوطن الداخل وراح جابها لنا، كانت مصيبه. ادي الفيس، يصدقوا اي حاجه بتحط على الفيس. لسه نفس المشكله جالي واحده امبارح ولا اول امبارح بنفس الطريقه. فده ما ينفعش.